هذا وقد ثمن حزب الإصلاح والنهضة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكل المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات وبإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها. أشاد حزب الإصلاح والنهضة بالاهتمام والحرص الشديد الذي أولى الرئيس السيسي منذ إعلان انطلاق الحوار الوطني واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكل فعاليات الحوار الوطني منذ بدايته إلى الآن.